ضيفنا النهاردة عاشق للنجاح، مجتهد ودايما حاطط هدفه قدام عينيه وما بيرتاحش غير لما يوصل له وكمان يتميز فيه. تعالوا نتعرف على قصة ضيفنا النهاردة. ضيفنا النهاردة هو كابتن محمد أبو النجا اللي معروف بمدرب المشاهير. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك ونورتوني. أهلا بيك. في البداية كده خليني أسألك، مين أهم المشاهير اللي أنت اشتغلت معهم؟ أنا اشتغلت مع مشاهير كتير، مش هقول أهمهم أو كده، كلهم مهمين بصراحة. أنا بدأت أول حد مرنه كان الفنان الجميل أحمد السقا، ويتتالى وراه كل الفنانين اللي معايا، مش عايز أنسى حد طبعا. إزاي بتقدر توصلهم لنتيجة مهمة جدا في وقت قصير قوي؟ هي أي حد عنده بالنسبة له كونسبت أو مبدأ إن هو عايز يعمل حاجة علشان شغله أو حياته، فهم أكتر ناس عندهم ده، عنده شورت تيرم، عنده وقت قصير جدا علشان يصور فيلم أو يخش حاجة معينة، فلازم بشكل وبمجهود وبأداء معين. فببدأ معهم من ده، بقنعهم إن لازم شكلك ده هو اللي هيوصلك للي أنت فيه، لأن ده زمان ما كانش موجود في الفنانين، الشكل والهيئة ما كانش موجود، البطل الناس بتحبه خلاص بغض النظر يقدر الأكشن ده يعمله أو لا. فبالنسبة للفنان أحمد السقا كان داخل حاجة معينة، لازم يبقى سمارت ولازم يبقى شكله قوي ولازم يبقى عنده شكل معين، هو ما كانش مقتنع بحتة الجيم خالص. أنا فتنس كويس، بجري، بركب خيل، بلعب سباحة، هو ما شاء الله عليه سوبر أكتف يعني. فابتدى معايا ان هو علشان توصل للشكل ده اسمع كلامي وشوف، لو ما لقيتش تغيير اكني ما قلتلكش حاجه. فسمع كلامي في البدايه والحمد لله لقى تغيير واقتنع وشاف ده بنفسه وبقى مسلمني كل الرايه معاه. كابتن محمد، انت عشان توصل للنجاح اللي انت وصلت له دلوقتي اكيد المشوار كان طويل، علاقتك بالرياضه بدات امتى؟ والله علاقتي بالرياضه بدات من سن صغير قوي، كان عندي 8 سنين تقريبا، وده مش الزام، ده حب يعني للموضوع. انا والدي كان راجل ضابط جيش، وحياتنا كلها كانت تقريبا شبه معسكر، تربية ميري زي ما بيقولوا، فيها التزام، التزام قوي مش التزام بس يعني. فانت لازم تصحى بدري حتى في الاجازات بتاعتك، لازم الفروض بتاعتك والاداء سواء حتى ديني او رياضي او مدرسي او اي حاجة لازم يتم على اكمل وجه، ما كانش في اختيار على قد ما هو التزام. فالحمد لله ده نفعني يعني. كنت بتلعب رياضات ايه؟ انا لعبت جودو ولعبت سباحه ولعبت جمباز وفشلت، انا من صغري فاشل في الموضوع ده عشان الاستريتشات والكلام ده كله، ولعبت كذا رياضه. ينتج عنها في الاخر ان كل الرياضات تجمع ان الواحد عايز يبقى شكله حلو، فده اللي استفدت منه وانا صغير بقى، هو ده هدفك. ده كان لكن هدف. في اطفال كتير بتلعب رياضه وبتزهق منها فبتحس ان خلاص انا رايح التمرين عشان ارضي بابا وماما وبعد كده بيبطلوا، انت ايه اللي خلاك تكمل؟ والله علشان حرية الاختيار. أنا بوجهك الحاجات الأساسية، فايت عشان تبقى قوي، سباحة لأن كل الأول لازم يتعلموا سباحة حتى لو أنت بتكرهها، وأنا أرجح دوت للتعليم. بعد كده جيم، عايز تلعب جيم براحتك، اختار الرياضة اللي أنت عايزها. فحرية الاختيار خلت الطفل أو خلت الشخص نفسه هو يتجه للرياضة اللي بيحبها، لكن ملزموش بحاجة معينة يكرهها ويكره الرياضة بسببها. فعندنا حاجة دايما معروفة في الرياضيين، أنا بحرق الطفل أو بحرق الرياضي. إزاي؟ تلاقي عندنا في البطولات حتى بطولات العالمية مثلا السباحة، الأطفال بيحققوا مستويات عالية جدا وميداليات ذهب هايلة، أول ما يكبروا مفيش، ما تلاقيش، خلاص استنفذ الطفل، خد منه كل المجهود وإجهاد عضلي وإجهاد بدني، فبيطلع ما بيلاقيش عنده حاجة تاني. وإزاي أقدر أتفادى ده؟ لازم مبدئيا المؤسسة الرياضية نفسها تتغير، سيكولوجيك، علم النفس الرياضي، ازاي اشتغل على ده بنجاح، ازاي ان انا اعمل فرق واعمل تيم يطلع معايا من هو صغير لحد هو كبير حابب ده. زي بره بالظبط، انا باخد الاطفال في معسكرات بهيئ كل واحد هو حابب ايه مجتهد في ايه. يعني مثلا ميسي كان ضعيف بدنيا وجسمانيا، خدوه نموه وصرفوا عليه كويس جدا وشافوا الموهبة بتاعته وبقى اعلى نجم كرة، ده اللي المفروض نشتغل عليه. في ناس ممكن تقول لك طب ايه علاقة علم النفس بالرياضة؟ هل يا ترى ايه الفرق اللي بيفرقنا البشر عن الحيوانات او اي مخلوقات تانية؟ العقل. فما ينفعش اللي ربنا خلق لنا عقل ان انا امشي الكائنات اكنها ماشين،
هتتحط هنا، هتعمل ده، تشتغل ده. المؤسسات العسكرية هي اللي بتلزم ده علشان عندهم تارجت، عشان عندهم هدف. أنا الهدف بتاعي إن أنا أعمل بنية قوية، إن أنا أحمي المكان اللي أنا فيه بس، لكن ما بلزموش في حياته بده. أنت حياتك بعد كده اختار اللي أنت عايزه، هتتجوز مين، هتاكل إيه، تشرب إيه، دي براحتك. لكن شغلك وهدفك مطلوب منك ده، زي اللي شغال محاسب مطلوب منك آخر الشهر تارجت كذا تعمل كذا، بيجيبه. مش شرط هو بيحبه ولا لأ، لكن أنا بنفذه علشان هيوصلني للنتيجة اللي أنا بحبها بعد كده. فهو ده المبدأ، إن أنا بوجه واشوف هو حابب انهي رياضه وانميها له. غير ان انت كنت بتهتم جدا بالرياضه في سن صغير، انت كمان كنت بتحب ان انت تنزل تشتغل. فاحكي لي كده، امتى بدات تشتغل وايه الوظائف اللي انت اشتغلتها؟ هو مش حب على اساس ان هو تارجت زي ما قلت لحضرتك. طبعا اي طفل او اي حد بابا وماما انا عايز ده، لا انت مالكش حب الاختيار، انت اللي هنجيبه لك هتاخده. فجي في تفكيري ان انا لو انا معايا فلوس او معايا حاجة النوها والمبدأ اللي أنا أشتري بيه أو كده، هعرف أختار اختياراتي براحتي. فبدأت أعمل ده، بدأت أشتغل. يعني اشتغلت في سوبر ماركت ببيع. كان عندك كم سنة ساعتها؟ كان عندي ساعتها 14 سنة، بداية شغل. فطفل عنده 14 سنة ابتدى ينزل الشغل، والدي ما منعش، اشتغل في الأجازة لكن ما تطلبش مني أي فلوس. طب هصرف؟ يبقى أنت مضطر إن أنت تشتغل، طالما حطيت المبدأ ده في دماغك، إن أنت إزاي تستغل إن أنت شغلك ده تستفيد منه، وإن أنت تبقى قد المسؤولية. أنت بقيت مسؤول عن نفسك، اشتغلت فمسؤول إنك تصرف. فالفلوس اللي أنت هتجيبها مش هتجيب بيها اللي أنت عايزه، هتلاقي أكل وشرب ولبس موجود، لا ده أنت هتجيب احتياجاتك. فهتعرف معنى إن أنت تجيب القرش إزاي، تحافظ عليه إزاي، الشغل بالنسبة لك مهم إزاي. اشتغلت إيه تاني بقى؟ اشتغلت في سوبر ماركت، محل لبان، اشتغلت في مطعم، غسلت اطباق ومواعين وحركات ونظافة. بعد كده اتطور الموضوع معايا، اشتغلت جوه المطبخ شيف وتعلمت، وانا بطبخ كويس جدا، وده اللي انا اتعلمته وانا صغير. وبعد كده تطور معايا الامر بقى، كبرت شوية، جالي فلوس، قدرت امسك في قرش، يعني قرش في ايدي كويس. جمعت انا ومجموعه من صحابي سايبر نت وفتحناه، واشتغل معانا بشكل كويس، ومشيت الحياه. وبعد كده في الجامعه يعني اشتغلت كذا حاجه ما لازم اعملها لاصحابي، انا كنت مجتهد وشاطر، يعني ربنا مدي الواحد قدرات كده معينه وحاجات كتير. كل واحد بيشوف ان يومه مليان، فازاي يقدر يعمل التايم مانجمنت او ينظم وقته بالشكل اللي تناسب حياته وتناسب الجولز بتاعته؟ اولويات، احط لنفسي جدول اولويات. واحد اولوياته الاكل والشرب، واحد اولوياته النوم، واحد اولوياته يعني هيعمل ايه في مستقبله وهيخطط له ازاي. يقول لك اللي وراه حاجه ما بينامش، صح؟ صح بالظبط. هي قصه كالاتي، انا دلوقتي عايز انجح وعايز اوصل لمكانه معينه واجتهد في شغلي، فبدل ما اشتغل 3 ساعات، لا الثلاث ساعات دولت اشتغلهم 6 وهنتج اكتر وهستغل ده في شغلي وانجح. يعني انا بنام 8 ساعات، طب ليه ما يبقوش 6 ساعات؟ والساعتين دولت وقت الراحه هلاقيه بعدين. انا دلوقتي بالنسبه لي معدل الاكل هو عشان مصدر معيشه، مش عايشين عشان ناكل، بناكل عشان نعرف نعيش. فكل حاجه متجزاه على قد الاولويات الواحد عايزها. اولوياتي ان انا ابقى ناجح، فهخلق الوقت اللي يخليني اقدر اكون ناجح. صح. ايه تاني استفدته من الشغل في سن صغير؟ خبرات، تعرفي الحياه. يعني مثلا طفل سيبيه ومشيه مثلا في مجال، هتلاقي اللي يضحك عليه، ما يفهمش الناس كويس، ما يعرفش مين الحلو ومين الوحش. خبراته في الحياة هتبقى قليلة. خبرة الحياة ومعرفة البشر دي بكتير. فده اللي أنا استفدته، ودي استفادة كويسة قوي، إن أنا أعرف مين اللي هيفيدني ومين اللي هيضرني، مين اللي عايز مصلحتي ومين اللي مش عايز، مين اللي هيديني على قد ما هو هياخد وخلاص. من بداية الكلام أعرف اللي قدامي إن كان طيب ولا شرير. لكن أغلب الناس بتفشل في حياتها بداية العمل، لأن أوريدي ما اشتغلتش على نفسها من وهي صغيرة، وأهلهم قافلين عليهم. أكيد الأهالي بتكون خايفة أن هي تسيب أولادها عشان ما تتحطش في موقف يأذيها نفسيا، بس أنت من وجهة نظرك أن ده هو اللي هيفيدهم. فأنت إزاي قدرت توصل لمرحلة أن أنا لو حد ضايقني أو حد أذاني إزاي أتخطى المرحلة دي؟ ما فيش بني آدم ما بيغلطش، لازم تجربة علشان غلط علشان بعد كده نجح. الحاجة الوحشة أن أنا أغلط وأفشل وأقول لا مش هجرب تاني، أنا كده فشلت. لا أغلط والغلط بتاعي ده أكرره ما أغلطش تاني، أنا كده استفدت، عديت الستيب دي وطلعت الستيب تاني. هنكمل أكتر نتكلم في تفاصيل حياتك وإزاي قدرت توصل للنجاح اللي أنت وصلت له، لكن الأول هنروح فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع كابتن محمد ابو النجا. كابتن محمد، احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن طفولتك وقد ايه انت كنت ملتزم بالرياضه، هل كان هدفك وقتها ان انت تكون مدرب في الجيم؟ والله الهدف ما كانش ان انا اكون مدرب خالص. هو البني ادم بيلزمه حياته ان هو يغير اهدافه ويغير احلامه. يعني انا تعليمي كان ازهري وتعليم شديد جدا، الحمد لله حافظ القران والشريعه، كل ده درسته. بعد كده المجموع بتاعي ألزمني أن أنا أخش كلية علوم أو صيدلة، فالهدف بتاعي كنت أخش طب، أنا كنت حابب جدا الموضوع ده، فما توفقتش إلا على حاجات بسيطة، فلا أخش صيدلة ولا علوم والاتنين محتاجين أن أنا يعني مش هدفي، فاخترت حاجة تانية خالص، كلية زراعة. كلية زراعة بالنسبة لي فيها إنتاج، أنا بحب الإنتاج، سواء بقى إنتاج حيواني أو إنتاج زراعي، حاجة أعملها أبقى أنا صاحب بيزنس أو أعمل ده اللي كان في دماغي ساعتها. فتوفقت فيها وكنت مجتهد والحمد لله، ومن أوائل الكلية، وبعد ما خلصت عملت دراسات عليا واشتغلت شوية في الكلية، بس الموضوع بالنسبة لي برضو مكلف، إن أنا أعمل ده لازم يكون عندي بيزك أساس من الفلوس إن أنا أعمل ده واجتهد على نفسي. فلقيت نفسي هخش في موضوع إن أنا محتاج حد يساعدني، وأنا من الناس اللي بقول للمساعدة ديت لازم البني آدم يخلق الطريقة اللي يساعد نفسه بيها، فمش هلاقي حد يساعدني، فحاولت اغير الموضوع تماما واعمل شيفت كارير، ان انا اغير خالص بقى من طموحاتي واحلامي، وربنا وفقني ان اداني امكانيات جسديه وكنت بطل الجامعه واخد بطولات كتير، فرياضيا وجسمانيا كان شكلي كويس، فاتوفقت ان انا اغير الموضوع ده عن طريق برضو ان حد وجهني وحمسني بصراحه. ده اخويا الصغير، اخويا اصغر مني مش كتير، يعني اصغر مني بسنتين، وتوأم روحي زي ما بيقولوا، يعني هو اللي اداك الفكره. اداني الفكره، قال لي انت جسمك كويس وشاطر، من زمان رافض ان انت تبقى مدرب، هو بيشتغل مدرب من وهو بيدرس، فجرب الموضوع ليه لا، انت ناس كتير واقل منك في المستوى مدربين شاطرين. بس انت ليه كنت رافض المبدا الاول؟ علشان كنت حاطط هدف، حاطه قدامي وبشتغل عليه، فلقيت الهدف بعيد وعمال يبقى صعب اكتر. طيب ليه؟ طالما كده بعيد وصعب، الوقت بالنسبه لي هيسرقني، فاستغل الوقت ده ان انا اشوف هدف تاني واشتغل عليه ويكون بالنسبه لي احسن. شغلانه المدرب من اقوى الشغلانات في العالم، يكاد يكون احسن شغلانه في العالم. ان حد بيجي لي بغير حياته وغير اهدافه، وبعد ما يتغير جسمانيا ونفسيا وكل حاجه بيتحول من شخص لشخص تاني تماما. فانا مش بساعده في ده، انا بكون اكني نحات او حد بيعمل تماثيل، بنحت بايدي كائن حي. فده صعب وفي صعوبه جدا وفي دراسات كتير، فانا خدتها الاول بالخبره، بعرف امرن نفسي كويس، بشتغل على نفسي كويس، فاشتغلت فيها بدايه خبره. بس كنت بتدرب نفسك لوحدك؟ لوحدي، يعني ما اعتمدتش على اي حد، ما شفتش اي حد بيدرب اللي هي النولج العاديه من على النت، من الجرايد، من المجلات زمان لان كان النت قليل طبعا. فخبرتي الشخصيه مع نفسي نقلتها لناس وبدات اشتغل معاهم، جابوا نتيجه، بس طبعا مش النتيجه الواو، مش الحاجه الجامده قوي. كنت عشان تتميز في شغلك قوي كان لازم تبذل مجهود اكتر بالزبط. فايه المجهود اللي انت بذلته؟ الدراسه. الفرق بين الانسان الناجح عن خبره والانسان الناجح عن دراسه فرق كبير جدا. النقاش او البنا هو ناجح وفاهم وكل حاجه، المهندس ما هو ناجح، بس فرق بين الاثنين يسقله الدراسه. يعني ممكن تلاقي نقاش عنده خبره جامده جدا وليه ما وصلش، وقف عند مستوى معين، هي الخبره الشخصيه فقط لا غير. الراجل المهندس او الشخص دوت نمى الخبره بتاعته بدراسه، فشاف تطور الامور ازاي بقى احسن ازاي، ان هو يكون النولج بتاعته اعلى، فطور من نفسه واشتغل على ده ووصل للهدف بطريقه اسهل واسرع. اكيد. فده اللي حصل بالظبط، أثقلت الموضوع بالدراسة ودرست الموضوع بشكل أحسن وخدت فيه شهادات انترناشونال. درست إيه؟ درست أول حاجة سيفتي تريننج، إزاي أمرن الناس بطريقة آمنة بحيث إن التمرين يبقى سهل وسلس وما فيهوش أي أخطاء ولا إصابات. تاني حاجة بدأت بقى الحاجات اللي تفيدني، نيوتريشنست، طريقة التغذية السليمة الرياضية. بعد كده الفيزيوثيرابي، العلاج الطبيعي، ولو حد جاله إصابات أشتغل معاه إزاي وأهله ويعمل شكل كويس وهو عنده الإصابة دي وأخليه يتجنبها. بعد كده الأدلت، الناس الكبار في السن ازاي يتمرنوا بشكل كويس ويعملوا نتيجة زيهم زي الصغيرين، اليوث، الأطفال الصغيرين، والموضوع مشي معايا تطور واحدة واحدة، وربنا وفقني كان بالصدفة أولادي كانوا
بره، المدام دي عندي بتولد في امريكا، فاستغلت الفرصه ودرست هناك بعض الحاجات برضو فادتني في شغلي. فاخدت مجموعه كورسات ومجموعه نوليدج كبيره قوي تاهلني ان انا اكون مثلا دكتوراه في العلم الرياضي او دكتوراه في التاهيل الرياضي لاي مستوى. انت بتدرب انواع كتير من الناس، منهم الكسول ومنهم اللي مش عايز ومنهم اللي عايز، ازاي بتقدر تخليهم كلهم يلتزموا؟ نرجع لعلم النفس الرياضي، هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. نفسية الشخص عنده ثقة في الشخص اللي قدامه، خلاص هيسمع الكلام ويجيب نتيجة. الثقة راحت انتهى. فأول حاجة بكتسبها من الشخص اللي قدامي، سواء طفل أو كبير أو مرأة أو بنت أو راجل كبير أو أي نوع من أنواع البشر، ياخد مني الثقة. خد الثقة ديت، خلاص اللي هقول له عليه هيعمله وهيجيب نتيجة. الموضوع ما فيهوش سحر، الموضوع فيه ثقة بس. أي حد بيبقى عايز يروح الجيم بيبقى عنده هدف، لكن بيقولك أنا وصلني للهدف ده في 3 أيام، أنت بترد عليهم بتقول لهم إيه؟ بكل بساطة، جسم البني آدم مش مكان، مش ماشين ربنا خلقها أنا زي غيري زي غيري، أنا مختلف عنك وأنت مختلف عني وده مختلف عن ده، فلازم أوصله للموضوع ده. كل الحكاية أنا بشتغل على عامل النفس شوية. أي حد عايز نتيجة سريعة، طيب أوكي هتسمع كلامي في الفترة دي، لازم هتلاقي نتيجة، بس أنا معيش العصاية السحرية، لكن هتلاقي شكلك اتغير. فبديله وعد، بديله تارجت، وعد مني ان انا هوصلك للنتيجه الصغيره دي في الفتره دي. فبتدي اشتغل على الموضوع ده، فهو لما يلاقي النتيجه جه معاه بشكل سهل بطريقه سهله وسلسه، فبياخد يبتدي الثقه. طيب نسمع الكلام شويه كمان، يعني مثلا اديكي مثلا، واحده جت انا عندي مشكله ان انا دايما كل ما بقف بدوخ، يعني ببقى قاعد اقف ادوخ، انا جاي اتمرن علشان الموضوع ده يروح مني. قلت لها هنسمع الكلام شويه، في خلال اسبوع هتلاقي ان الموضوع قل معاكي 60-70%. هنشوف. اول حاجه اسمع الكلام في الاكل، لا انا ومش انا، خلاص ما تطلبيش مني. طيب هنفذ لك. قلت لها اسبوع واحد بس اسمعي كلامي. الموضوع عندها نقص فيتامين كتير قوي، اكلها مش مظبوط، طريقه نومها مش مظبوطه، بتشرب صودا كتير، كل الكلام ده بطلته. اول ما بطلته الجسم ابتدى يتنفس، ياخد الاستيعاب بتاعه، البادي سيركيليشن، البلاد سيركيليشن في الجسم ابتدت تشتغل كويس، ضخ الدم بقى تمام، الاجهزه الصحيه اللي هي الاورجنز الداخليه للجسم بدات تستوعب ده وبدا المجهود يبان. فلقت نفسها فعلا في فتره بسيطه اللي هي طلبته لقيته، وصلت نتيجه وبقت رياضيه جدا وهايله والموضوع خلاص. اقول لها يمين يمين شمال شمال ان شاء الله بالتليفون. هي الثقه بس. الكلام اللي انت بتقوله بيوضح أهمية الرياضة وقد ايه هي مفيدة لنا، ودايما بنسمع الجملة دي، لكن ايه هي أهمية الرياضة فعلا؟ والله انا عندي مبدأ كده بقوله دايما، الرياضة حياة، من غير رياضة مفيش حياة. مش شرط الرياضة ان انا اروح جيم والعب على الماشين دي واطلع تريد ميل، دي مش هي دي مبدأ الرياضة. الفلاح في الارض بتاعته بيعمل رياضة، الطالب اللي معهوش فلوس مواصلاته المشي اللي هو بيمشيه من مكان للتاني ده رياضة، الشخص اللي بيعمل مجهود علشان ياكل عيش او بيشيل زباله او بيعمل اي مجهود بدني في شغله دي رياضه. الحاله الوحيده اللي ما فيهاش رياضه الراحه، البني ادم يستريح يبتدي يتعب. فالرياضه مصدر حياه، الحاجه الوحيده اللي على مدى المخلوقات كلها ربنا خلقها عكس، يعني مش عكس، يعني سوري لله المثل الاعلى، ان هي دي المظبوط فيها التعب جسم البني ادم. كل ما جسم البني ادم يتعب اديله مجهود اكتر، اجهديه اكتر، الصحه تبقى احسن. ريحيه يقعد، مفيش مجهود مفيش تعب، ياخد مشهيات الحياه اكل وشرب، يجيله امراض ويتعب. الشباب كلها عايزه الطريق السهل، عايزه توصل لنتيجه سريعه في اسرع وقت. تمام. ايه الاخطاء اللي هم بيعملوها علشان يوصلوا لده؟ بكل بساطه اي حاجه سريعه ما بتفضلش على حالها. هاتي كده حتى الطفل وهو بيعمل بازل يعملها بسرعه بسرعه ومعاه. فللأسف الشباب شايفين قدامهم بطل، أو شايفين مثلا كابتن محمد أبو النجا، أو ما عرفوش هو وصل لكده إزاي، بيتمرن من هو عنده كام سنة لحد ما وصل لده. صح. مجهود التمرين بيتمرن قد إيه في اليوم، بيعمل مجهود قد إيه. لا أنا مثلا عايز أوصل لده في خلال شهر وأبقى كده، مستحيل، هضر نفسي. يعني إزاي؟ أستخدم السبلمنت، المكملات الغذائية والسترويدز والمنشطات والحاجات دي بطريقة غلط، ان انا اضر نفسي بيها عشان اوصل للمستوى اللي شايف فيه بطل معين. انت مش عارف هو اشتغل على نفسه ازاي، وصل اللي هو فيه ازاي عشان تتعب زيه. لا، اعمل اللي عليك الاول واتعب واعمل نتيجه ومجهود، وبعد كده ابتدي فكر روح لحد متخصص يفيدك في ده. ممكن ما تحتاجش لده اصلا،
يعني في ناس شغلتها ان هو بطل رياضي، واحد اولمبي، بطل اولمبي، لازم يخش معسكر، لازم ياكل بطريقه معينه، عنده دكاتره قائمين عليه شغالين عليه. انت ما عندكش غير انك تكون شكلك حلو سمارت، شكلك في شيء رياضي، اشتغل على نفسك واتعب هتلاقي ده، بجانب ان انت لو احتجت مكملات او سبلمنت او اي حاجه في طرق سهله جدا تعرف ايه اللي يفيدك منها، بس تروح لناس مصدر ثقه. كل الحكايه انصح بس الشباب ان ما تستعجلش، اعمل اللي عليك الاول ولازم هتلاقي نتيجه، ما ينفعش ما تلاقيش نتيجه. نتكلم بقى عن حلمك الثاني وهو التمثيل، احكي لي الحلم ده بدا امتى؟ والله يعني بدا من ان الحمد لله اصدقائي والناس اللي انا بمرنهم في مجال التمثيل اقنعوني، شافوا فيا حاجه معينه وابتديت ان انا اشوفها بشكل كويس، ان انا ما عنديش رهبه من الكاميرا، عندي اسلوب الالقاء كويس لاني بقنع ناس كتير بالرياضه وبكلمهم بطريقه لوجيك وعقلانيه، فالاسلوب كويس يعني على ما اتوقع يعني الناس شايفاني. فبدات مع الاستاذ احمد السقا، كان في دور كده مهم عنده في مسلسل عايز يغير فكره الناس ياخدوا فكره الضابط الشرطه او ضابط قوات الامن الخاصه، بدل ما هو ضخم وبشنب وشكله يخوف او كده ان هو يبقى شكله سمارت، لان الناس دي فعلا كده شكلهم كويس بعضلات، شكلهم حلو، مهتمين قوي بتغذيتهم وجسمهم، مش شرط يبقى ماسلز كبيره او كده عشان يبقى قوي. فبدا التفكير ان هو يوجه الناس ان الناس دي شكلها كويس، فقال لي انت شكلك هيليق جدا في الموضوع ده، تعال وجرب. جربت الموضوع طلع ناجح الحمد لله، وتعرفت على مجتمع تاني عجبني جدا جدا لانه بيناقش وبيتارجت نفس اللي الواحد شغال في شغلته، يعني انت بتقدمي رساله ان انت عايزه تفيدي الناس في جسمها وشكلها وتغيري منهم، نفس الرساله دي اي فنان بيقدمها ان هو عايز يوصل للناس فكره بشكل معين يقنعهم بيه. فاقتنعت واشتغلت على نفسي الحمد لله كويس وجابت نتيجه كويسه. بعد كده تتالى الموضوع وتعرفت على اخويا وصديقي اخويا الكبير استاذ ياسر جلال، ودعمني جدا جدا وتعلمت منه حاجات كتير جدا بصراحه، ده الاب الروحي بتاعي بصراحه في مجال الفن، عملاق دراما وفي الحياه. فهو قال لي انت حابب الموضوع هتلاقي نفسك فيه، اجتهد، انت عندك الكاريزما، ربنا مديك القدره نميها، في ناس كتير عندها الموهبه بس ما بتنميهاش. وانت قدرت تنمي الموهبه دي ازاي؟ لسه بادئ فيها بقى ان شاء الله، وبادئ دراسه وبحضر ورش وبشتغل على نفسي فيها وبستفيد منها في مجالي، يعني انا شايف ان مجالي فادني فيها، بتعامل مع كل فئات البشر فباخد كذا كاركتر، يعني انا ان شاء الله لو ربنا كرم عملت برنامج عن الكاركتر اللي بشوفها في المجتمع في الجيم هيبقى توك شو ما حصلش، حاجه متسعه جدا. الإنسان الظريف، الإنسان السخيف، الشخصية اللذيذة جدا، الشخص المنطوي بيشتغل إزاي، الشخص الرياضي بجميع أنواعهم، في رياضي طف، في رياضي دمه خفيف، في رياضي لئيم، في يعني كل أنواع البشر مرت علي. فاستفدت في مجالي إن هو فادني في موضوع التمثيل الحمد لله. وحلمك الجاي إيه يا كابتن؟ والله أنا حلمي الجاي إن شاء الله أكون أقدر أفيد الناس بالحاجة اللي أنا درستها والحاجة اللي أنا عارفها، واعمل حاجه الناس تقدر تستفيد منها من الناحيه الرياضيه والناحيه التغذيه او دوت. من ناحيه التمثيل اتمنى ان شاء الله ان اوصل لمكانه عاليه فيه واقدم رساله كويسه للناس تستفيد منها، ده اهم حاجه عندي. طب ايه هي رسالتك من ناحيه التمثيل او الرياضه، اي حاجه انت بتعملها في يومك بتعملها الهدف ايه؟ هدف النجاح، ان انا احب اكون في المجال اللي انا فيه مش عيب، احسن واحد فيه، اجتهد ان انا اكون الاحسن، عشان اكون الاحسن لازم اشتغل على ده. فالايه بتقول وخلقنا الانسان في كبد، دي فعلا لو فكرنا فيها ان البني ادم من غير تعب مش هيوصل اللي هو عايزه، انا اتعب واعمل اللي عليا وربنا هيوفق، هيحطني في المكان اللي انا استاهلها طالما عملت اللي عليا. لكن ما يجيليش احباط او اي حد من الشباب يقول انا اشتغلت وعملت ومفيش نتيجه فخلاص، لا، الفشل معمول عشان النجاح، لو انا ما فشلتش معناه ان انا ما حاولتش، معناها ان انا انسان فاشل. كابتن محمد، انت اخر اعمال ليك كان في مسلسل الفتوه، احكي لي مين اللي رشحك ليه وازاي تميزت فيه؟ والله اللي رشحني حبيبي واخويا الكبير فنان ياسر جلال، هو مقتنع بيا جدا، انت انسان ناجح كمدرب واحسن واحد في مصر، فانت كده هتنجح في اي حاجه. الدور كان محتاج حد بنيانه قوي، اول مره البس جلابيه، اللغه نفسها تتغير، بصراحه هو ساعدني وتحدى بيا بصراحه، يعني طريقه الكلام بالاسلوب بالشكل بالشر بكده، هو قال لي انت بقيت مميز في ده، ف
فمن أول يوم تصوير الحمد لله نال إعجاب المخرج أستاذ حسين المنباوي، رجل هايل بصراحة واستفدت منه كتير، والكرو كله، وما شاء الله يعني حبيبي وبعشقه الفنان رياض الخولي. ده يعني شخص تحبيه لله لله، من أحسن الناس اللي اتعاملت معها في حياتي برضه واستفدت منه كتير. بيمثل كده زي صباح الخير، يعني بسهولة، كل حاجة سلسة سهلة، فأنا استفدت كتير بصراحة منه، وعشان كده الدور طلع ناجح والناس شافتني بالشكل ده. ناوي لما تتميز في مجال التمثيل تعمل إيه في الرياضة؟ لا، أنا عمري ما أسيب مجال الرياضة تماما بصراحة. لازم الاتنين اللي ناجح في حاجة يقدر ينجح في كذا حاجة. مش هقول هبقى طب، لكن ليه لأ؟ يعني عندنا أمثلة، زاروك رياضي جدا وهايل صح. في موضوع الرياضة، وممثل أعلى أجر ممثل في هوليود دلوقتي هو سيلفستر أرنولد، الناس دي كلها رياضيين. فالشخص الرياضي يقدر يعمل أي حاجة، أنا دايما بقول كده، ينجح سواء في مجال تمثيل سواء في مجال سياسي، عندنا أرنولد بقى ما شاء الله عمدة ولاية، وينجح في أي مجال تاني. عندك النوهاو، كيفية أن أنت قدرت تليد نفسك وتوصل بنفسك لشكل كويس. أنا بشكرك جدا يا كابتن. مرسي ليكي وشرفتوني، وانا مبسوط جدا بالحلقه دي. مرسي ليك. وده كان حلم كابتن محمد. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا احلامكم على صفحتنا على الفيسبوك او على هاشتاج احلام، ونشوفكم في حلقه جديده مع حلم جديد.